اللانشون من الحاجات اللي كل الناس بتحبها من اول الصغيرين لغايه الناس الكبار. بس انا ليا كومنت بسيط او تعليق بسيط على الحاجات او اللحوم المصنعه اللي موجوده في السوق. اللحوم المصنعه شيء اساسي بتحتوي على حاجات مواد حافظه زي حمض السيتريك، لو في مصنعات الوان صناعيه ممكن تكون ملح النترات، جلوتامات صوديوم. كل الحاجات دي على المدى البعيد بتاثر على الكبد، بتاثر على الجهاز المناعي، بتاثر كمان على الصحه العامه. يعني هنعمل النهارده اللانشون او زي ما بيقولوا عليه بره الترين. الترين في حاجه، في نوعين من الترين، نوع اسمه ترين ونوع اسمه باتيه. الفرق ما بينهم هما نفس الطريقه ونفس الواي، لكن الترين بيتعمل زي ما هوري لحضراتكم، لكن الباتيه بيزيد عليه بس العيش، طبقه العيش او الهاب باستري اللي بتبقى ملفوفه حواليه. تعال نقول كده المكونات بتاعتنا وسريعا. لانشون الفراخ، نص كيلو صدور فراخ، 2 بياض بيض، كوبايه كريمه لباني، 100 جرام فستق للحشو، ومعلقتين جيلاتينا باودر، ملح وفلفل اسود، شويه جوز الطيب وشويه زعتر. تعالوا نجيب بالمناسبه الزعتر بعد ما نشوف المكونات بتاعتنا. طريقه بسيطه جدا لست البيت، طريقه اقتصاديه، طريقه كمان في نفس الوقت محدش ما يقدرش ما يعملهاش. تعالوا نجيب شويه زعتر علشان نحطها مع الكبده بتاعتنا. عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ان الزعتر الحاجات الاعشاب اللي هي فيها نكهه وفيها طعم حلوه قوي مع الاكلات اللي احنا بنقدمها، بتدي طعم، بتدي فليفر، بتدي ابعاد للاكل خطيره جدا. هنجيب شويه زعتر احنا زارعينه هنا. الحاجه وهي عايز اقول لكم حقيقي، الحاجه وهي مزروعه اول ما بتتشال بيبقى ليها طعم وريحه تجنن خرافيه. هنحط حله ميه بتغلي فيها شوية جزر وشوية بصل، ده اللي احنا هنسلق فيه التريم بتاعنا. يدوب شوية جوز الطيب، شوية ملح من هنا، وشوية فلفل. أول ما المية دي تغلي هنحط فيها المكونات بتاعتنا. حلو قوي الكلام ده. طيب هنعمل ايه؟ هنحط الفراخ بتاعتنا بالشكل ده، نلبس بس جوينتي. عايز اقول لحضراتكم ان المدارس الطهويه مدارس متعدده ومدارس كبيره جدا ومدارس عظيمه. احنا وصلنا من الاكل الكلاسيكي اللي هو كان موجود من ايام الحقبه زمنيه معينه، ايام الايطاليين والرومان، وبالاخص المطبخ الفرنسي خد شهره واسعه جدا على حساب ايطاليا، لكن الاكل كان اساسه في ايطاليا ايام الدوله الرومانيه. وصل بينا الحال ان احنا نخلي الاكل بتاعنا مودرن او الترا مودرن بالطريقه اللي احنا بنقدمها زي ما قلت لحضراتكم بكل بساطه. الفراخ بتاعتنا شويه فراخ صغيرين، ممكن لو انا بستخدم الخلاط. ليه بستخدم الخلاط؟ انا المفروض ان انا استخدم الرحايه او الهاند بلندر الصغير، لكن بستخدم الخلاط علشان ده موجود عندنا في كل البيوت. متهيألي كمان احنا حاولنا ان احنا نجيب المعدات بتاعتنا تكون بسيطه في نفس متناول ايد الناس اللي موجوده بتعمل زينا. هنحط الفراخ ابيض بيض، بياض البيض. الأكلة دي كلها بروتينات، شوية كريمة لباني، الجيلاتين الباودر، شوية صغيرين. هتعمل لي عملية مسك وربط، شوية جوز الطيب. لو هنأكل أطفالنا بلاش جوز الطيب، ممكن تبقى تسبب لهم حساسية أو تسبب لهم مشاكل في الهضم. شوية فلفل أسود،
وطبعا زي ما حضراتكم عارفين كل سنه وحضراتكم طيبين، المدارس على الابواب والعيد الكبير كمان على الابواب. الاكله دي اقتصاديه وممكن نعملها كمان على دخول المدارس وناكل اولادنا حاجه مضمونه وفي نفس الوقت طعمها حلو وصحيه. حلو قوي. طيب دي هنعمل فيها ايه؟ هنبتدي نضربها بالشكل ده. بعمل كميه صغيره على قد الحجم الخلاط علشان الخلاط ما يتحرقش، وابتدي يلف كويس ويديني كل اللي انا محتاجه. عايز اقول لحضراتكم طبعا ان الفراخ انا فارمها عند الجزار، محتاجه شويه كريمه تاني نحطها. اول ما احس ان الخليط بتاعي اتمزج كويس قوي وبقى سموزي هبتدي اشتغل بيه. بساعد طبعا الخلاط اول ما خلاص الخليط بتاعي بقى ناعم قوي اقدر اشتغل بيه. حلو قوي. انا ما سمعت صوت الخلاط حلو قوي كده، يبقى انا المكونات بتاعتي اندمجت حلو كمان. خلينا نشيل كل الحاجات دي. تعالوا نجيب البلاستيك بتاعنا. البلاستيك بتاعنا فين؟ بعمل بالشكل ده. طبعا احنا عاملين نسخة علشان بتاخد وقت في التلاجة وفي التسوية. واحد البلاستيك واحدة كمان. بجيب الخليط بتاعي بحطه بالشكل ده. لو حضرتك او حضرتك مش هتعرفي تلفي زي ما انا هلف كده بس طريقة بسيطة جدا، ممكن نحطه في قالب بتاع الانجليش كيك او الكيك اللي احنا بنشتغل بيه. هنحط معاه شويه فستق بالشكل ده. ممكن كمان نحطه في قالب سيليكون ومعاها شويه الاعشاب الخضراء الجميله دي. ونحط معاه ايه كمان؟ ممكن نحط معاه زيتون مخلي من غير البذر، ممكن نحط مكان الاعشاب دي، ممكن نحط زعتر، ممكن نحط ريحان، حاجات كتير ممكن نحطها. بنلف بالشكل ده. تعالوا نشيل ده كمان نحطه هنا تحت. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بصوا بكل بساطه بلف كاني بلف ورق عنب او محشي. بكل بساطه نلف. لو في وقت نقدر نعمل واحده كمان ما عندناش مشكله. وبنمسك كده من الحتتين دول اهي كده بالشكل ده لو انا عايزه مدور بالشكل ده، وبالتالي ببتدي اربط كده وبربط بالشكل ده. بعمل ايه؟ بحطه في قلب الميه اللي فيها الجزر والبصل وشويه الكرفس. نحط كمان شويه كرفس علشان تدي نكهه وريحه، وفصين حبه هنا. نقطع النسخه اللي عندي. بيطلع ازاي؟ بيطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده.
نجيب بس بلانشا. خلونا كمان هنقطع ده بالسكينة الجميلة دي. بصوا الفزق طبعا ليكم حرية الاختيار في ان احنا نقطعه رفيع نقطعه تخين. عايز اقول لكم الكيلو تمنه في السوبر ماركت غالي جدا، واحنا بنعمله بامكانيات صدرين فراخ بس، واكل صحي ومضمون. تعالوا نرصها في طبق الاطباق الكلاسيكيه الجميله. تقطيع تانية مختلفة خالص. جربوها هيعجبكم قوي بجد حقيقي.